هل ربنا فعلا هيحاسبنا على كل كلمة بتخرج مننا؟ هما دول حاجتين في بعض. بكلامك تبرر، يعني احنا النهاردة كل كلام بنقوله مطالبين بيه. لو واحد زي ما قال بولس الرسول من تعلم ألا يسرق أتسرق الهيكل، أنا بقول له احنا ما نسرقش، السرقة غلط، أروح أنا أسرق؟ فخلاص أنا حكمت إن السرقة غلط، فلما أعملها حكمت على نفسي، فيبقى بكلامي ودين. لما بقول الموضوع ده ما ينفعش، الموضوع ده مش مظبوط، وانا ارجع اعمله، يبقى انا حكمت على نفسي، يبقى بكلامي. قضية الإدانة اللي احنا دايما كل يوم نحكم على الناس وكأن احنا القاضي اللي ما فيش غيرنا اللي بيعمل كل حاجة صح والناس كلها بتعمل حاجات غلط. ما دي برضه محتاجة ان الواحد يبص لنفسه. يعني الاحلى ان انا اقاوم نفسي واظبط نفسي وابقى صورة حلوة، بدل ما طول الوقت عينيا بصخ بره وبدين في الناس وبحكم على الظروف وعلى الاحداث وعلى البني ادمين، محتاج ابص لنفسي واقوم احوالي. إن عشان كده من انت يا من تدين غيرك، خليك في نفسك. كمان الكلام على الاخرين في ادانه وفي حكم على الاخرين هيجي علي، لان انا في اشياء كثيره نعصر جميعا، ما انا بعمل نفس الحاجه وهيجي الدور عليا. أتذكر موقف يمكن أقدر أقوله. كنت رحت مكان وعملت كومنت أو ملاحظة على حاجة، وقال لي يعني أنا فهم. بعدين لما رجعت لي ظروفي وأحوالي العادية، فلقيت نفسي بعمل نفس الحاجة، وكل مرة أفتكر أنا قلت إن ده مش مظبوط، فيبقى أنا كده بحكم على نفسي ودينتي نفسي بدل مرة 10. بكلامك تتبرر، بكلامك تدين. هي مش دي بس، احنا يوميا نلاقي حد ماشي مثلا بيسوق وماسك الموبايل بيتكلم، هو في حد يتكلم؟ ما طبعا، ما انت مش مركز وبتاع، ونلاقي احنا بنعمل نفس الموقف. حد واقف صف تاني وبرضه ما يعجبناش وسادد الشارع واحنا بنعمل نفس يعني ترجمة للي قدسك بتقوله. الحاجة التانية هيحكم علينا كل كلمة. طبعا ربنا وصانا ان احنا نخلي بالنا من الكلام. كل كلمة ردية تعطونا انا حسابا. الكلام الردي كتير قوي، لكن ربنا بيطول باله ونشوف هنتغير مش هتغير. لكن طول ما احنا مصرين يبقى كلامنا بطال، خلاص هندان عليه. ما الكلام زي الفعل، زي الفكر، زي القلب، كله ندان عليه. الفكر الشرير هندان عليه، الشعور او المشاعر الشريره والشهوات الرديئه في قلبي اللي حتى ما عملتهاش بقدان عليه. فبالتالي الكلام الرديء والكلام البطال هو قدان عليه. والكلام البطال معناها اي حاجه غير مفيده، اي كلام غير مفيد. يعني ممكن اتكلم في حاجه ملهاش لازمه، هو قدان على هذا الكلام. ممكن اتكلم في حاجه مش مظبوطه، ممكن اتكلم في فكره مش كويسه، ممكن اتكلم على حد، ممكن اتكلم على موضوع. فكل كلمه رديه معناها ان الهدف مش مظبوط، الطريقه مش مظبوطه، الموضوع مش مظبوط. اي حاجه من دول بتكلم فيها قدان عليها.